صباحات الخير والسعادة لكم مشاهدين الأحبة، أهلاً ومرحباً بكل من انضم لمتابعتنا خلال هذه الدقائق مباشرة. وإياكم نعود للزميل محمد بن سعيد العلوي المتواجد في ولاية ضنك بمحافظة الظهرة، والحديث عن نجاح تجربة زراعة المشلي بولاية ضنك. صباحاتك الخير زميلنا محمد، أنت وطاقم العمل معك مجدداً، والصوت والصورة لك. شكراً يا خديجة، صباحات الأجواء الطيبة والجميلة، صباحات الوحدات الزراعية الغناء، وأنا حقيقة على ربوة تطل من الأعلى على مساحات زراعية جميلة في وادي خوص، هذا الوادي الذي يتميز حقيقة بالأجواء المعتدلة وكذلك بوفرة المياه ووفرة أيضا المساحات الزراعية. طبعا في هذا الجانب سنتحدث عن نجاح بعض التجارب وأيضا عن أبرز المحاصيل الزراعية التي تزرع في وادي خوص. ضيفنا سالم بن راشد الزيدي أحد الشباب المهتمين بزراعة العديد من المحاصيل. نرحب بالأخ سالم. سالم بن راشد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك محمد وأهلا مشاهدين الكرام. أخي سالم، تحدث بداية عن اهتمامكم بالزراعة هنا في هذا الوادي، وادي خوص الذي يقع جنوبي وادي فدا في ولاية ضنك. الاهتمام بالزراعة من سنوات طويلة، يعني آبائنا وأجدادنا صراحة، واهتمامي أنا كذلك بالزراعة تقريبا من 4 سنوات. أحاول أجيب أصناف مختلفة من الشتلات في هي نعم، وكذلك جلب أصناف أخرى ما موجودة في ولاية ضنك كامل. نعم. يعني أيضا سمعنا عن قصة زراعة النارجيل والمشلي، تحدث عن قصة نجاح هذه طبعا الشجرة هنا في وادي خوص. نعم، نجاح شجرة المشلي بداية كنت متوجه إلى صلالة قبل 4 سنوات، وجاتني فكرة أني أزرع المشلي يعني في ولاية ضنك بالتحديد وادي خوص، فبديت بالتجارب قبل 4 سنوات، ومن السنة الماضية بدأ الإنتاج بشكل بسيط يعني، وهذا السنة بشكل أكبر، وكذلك بديت أزرع شتلات أخرى وأصناف مختلفة. يعني أنا حاليا زارع صنف مشلي صلالة، والحين زارع عدة شتلات أنواع مختلفة، وكذلك عدة مجموعة من مشلي صلالة. نعم. كيف تهتم أخي سالم بهذا النوع من يعني من المحاصيل، خاصة وأنه طبعا مثل ما تفضلت أنه جديد على المحافظة نوعا ما؟ والله أولا الاهتمام نهيئ لها الجو، تهيئة الجو من ناحية الماي، رش الماي والتسميد، وكذلك التربة. قبل أن نبدأ شيء التربة نحتاج لها تقليب وتجهيز من الأسمدة ومن مبيدات ومن كل شيء، وبعدها نتوجه من تبدأ تنقض يعني حوالي بعد فترة سنة نبدأ نهتم فيها، نتجهز الثمار من ناحية مكافحة الفطريات، من ناحية الأمراض اللي يجنها. أيضا شاهدنا إلى جانب أيضا هذه الشجرة هناك أيضا أنواع من المحاصيل مثل الموز وأيضا العنب وأيضا يعني أنواع الأخرى اللي هو الجوافة وايضا انواع اخرى من المحاصيل اللي موجوده في المزرعه، تحدث عن ايضا الانواع الموجوده معكم في المزرعه اخي سالم. نعم، بنبدا بالموز. طبعا الموز ناجح يعني بشكل ما شاء الله، يعني زرعنا نوعين من الموز، نوع اللي هو نوع الفرض مسمى ونوع موز صلاله، فشفنا الموز صلاله ناجح اكثر عن الفرض، بثنا الناجحات هنا لكن موز صلاله ناجح اكثر، فتوجهنا له يعني بالأكثر، وكذلك شتلات مختلفة مثل التين والرمان والزيتون ناجح، والعنب باهتمام بسيط تسميد والرش ينجح، وكذلك القصب سكر، وكذلك زرعنا شجرة اللبان وبعدين الحمد لله فيه انتاج بسيط منها. نعم، لاحظنا شجرة اللبان نعم موجودة هنا في المكان، تحدث أيضا قصة هذه الشجرة. نفس تقريبا يعني في صلالة قلت ليش ما نزرعها في ولاية ضنك، وكتجربة خلال 4 سنوات حاليا 2 كميات بسيطة يعني من كل شجرة نطلع منهن شجرات يعني تتجاوز 15 شجرة موجودة حاليا. هي نعم، وفيه انتاج يعني هي نعم انتاج يعني بسيط. طبعا انتاج بسيط. ايضا خلينا نقول ايضا يعني الوادي يتميز بوجود المياه والمزارع، نتحدث ايضا عن يعني كيفيه اهتمامكم اخي سالم بالمحاصيل الاخرى وكثره المياه، اكيد عوامل تساعد على تشجيعكم وزراعتكم محاصيل جديده. هي نعم، صراحه وزاره الزراعه ما مقصره في هذا الشان، مساعدتنا وكذلك الاجواء، يعني كل الامطار معروف في سلطنه عمان كل الامطار
لكن معنا مخزون جوفي الحمد لله كبير يعني، ومساعدنا في زرع المزروعات مختلف أصنافها من البرسيم والنخيل، هذا يعني بشكل كبير معنا في ولاية الضنك بشكل كامل بتحديد وادي خوص. إيش طموح سالم بن راشد زيدي؟ يعني إيش طموحك أنت؟ ما شاء الله الآن زرعت محاصيل جديدة، إيش طموحك؟ ما هو يعني مستقبل؟ يعني كيف تخطط تطور بالمزرعة؟ يعني ما هي برامجك المستقبلية أخي سالم؟ حالياً أول شيء اللي أفكر فيه كيف أقلب الشتلات اللي موجودات في ظفار هنا، أقربهم كل أنواع، أشوف اللي ينجح واللي ما ينجح. هنا ومن ناحية الأخرى التطوير والترتيب يعني في من ناحية التين والرمان والزيتون وكذلك، بس يصعبنا شيء واحد هو الحصول على الشتلات من الجنوب ومن كذلك هنا. هيو نعم. ممكن تنسيق مع الأخوان في وزارة الثروة الزراعية والسمكية والمياه من خلال تواصلكم معهم ومن الأخوان ما يقصروا حقيقة يعني؟ صراحة هم ما مقصرين في دشان، نتمنى أكثر يعني. طيب إذن شكرا سالم بن راشد زيدي، طبعا أحد الشباب الذين حرصوا على إجراء تجارب وأيضا إدخالنا أصناف عديدة من المحاصيل في هنا في ولاية الضنك. أشكرك، أشكر مشاهدين الكرام، شكرا لك. إذن خديجة ومحمد هذا كانت وقفتنا الصباحية هنا في وادي خوص، هذا الوادي الجميل الذي يتميز حقيقة بالواحات الزراعية وبالمزارع وأيضا حرص الأهالي على زراعة أنواع متعددة من المحاصيل. عودة لكم إلى الاستوديو وما تبقى من برنامج قهوة الصباح. كل الشكر لك زميلنا محمد بن سعيد العلوي وطاقم العمل معك ولضيفك الكريم، كل الشكر لكم على هذه التغطية الجميلة عن نجاح تجربة زراعة المشلي بولاية ضنك. إذن مشاهدينا إلى فاصل وبعدها نعود لكم، كونوا معنا.